كابتن شريف، عايز اتكلم في الاول على انهاء العلاقه بشكل ودي ما بين النادي الاهلي ومستر موسيماني وقمه الاحترام بين الطرفين. لا دائما وابدا الاحترام متواجد داخل مؤسسه النادي الاهلي مع اي حد بيتعامل الحقيقه. وكنا دائما بنتكلم على اي حد بيجي في يكون ليه الحظ انه يتواجد انه يكون في مؤسسه النادي الاهلي ويتعامل معها، فبيشوف فرق التعامل في العالم كله الحقيقه. يعني اختيار مستر موسيماني جه في وقت كانت مفاجاه بالنسبه للناس كلها، ان مجلس اداره النادي الاهلي وفكروا بسرعه ان حجره الملابس ما تبقاش فاضيه، يعني ووجدوا مستر موسيماني له الخبره في التواجد الافريقي وحسوا ان هم لعبوا قدامه وشافوا فكره مع فرقه سان داونز، حاسوا ان هو قريب قوي من نفس الشكل بتاع النادي الاهلي اللي هو تحقيق البطولات يعني. والراجل حقق معانا حوالي 7 بطولات وكان دي مسيره طيبه جدا، ما سمعناش عن اي حاجه غير انه في الاخر قعد كان بيطلع تصريحات بيحاول يدافع عن نفسه وبيحاول يطلع كل حاجه. الناس اسئله كانت بتجيله غريبه قوي، انت ليه ما بتلعبش حد؟ ليه ما هو دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتحصل في الاجواء ايامها، وهو كان ملتزم دايما بالمؤسسه، ملتزم دايما بسلوك وسياسه النادي الاهلي في التصرفات في التعامل، وكانت رحلته رحله ناجحه حوالي 85% 90% حقق المراد منها يعني. وده اي حد بيتعامل مع النادي الاهلي قبله فايلر، قبله كابتن حسام بدري، قبله كل الناس دي، الدستور بتاع النادي الاهلي، وده التعامل الجيد اللي هو بيثمر عنه البطولات في الاخر يعني. صحيح.